كل
إلى القديشة. باي كم هي المقاري دخريلي باسل وبولو شريحة تعمي حنبي إلى سخلوثة إلى جهالة. صحيح إلى جهالة لأنه دو صيوة دني ترقيسة صيوة مجرم بس قتلي ولي خنا شايا مجرم حكيمة لربو موتا خام العذاب بموتا دو يوما إيوة دخ شكل شكل قطالة إيت الخناق إيت إيوة صيوة فإيشو فيش تبقونه كار كم صوريلي تامو إلى قضية رفتة نعيشو ليلة بيشان صليوة صليوة إيوة خرمزة خأدوات تقطل برناشة إن شقلو خلص لإيشو من صليوة معناه يتيح ما يشتام بس إن أصرخ لإيشو بصليوة أو صليوة إلى قديشة شو هارك كلها بس تجربت جردخلي خبنا قتالات القدالة كده تقولي كالشغل إيشا من صليوة خور صليوة ما بعيش بس قيسة فكشمة إيشا برناشوثة إيشا تمثل دو صليوة آوة لا بل دخلي بس قضية مش تصليوة خلاص دي ثالي إيشو اللي أصير أوكاري الخلاص برقانة مصوره إيشو مخلص لبرناشد المصريوة ليبا ليبا دمتخبه قاوة من هذا قريلي آدي قالي ليو بريشة من طقسة تا بريشة تصري وإيوة قصدت عماوس عماوس بزادة وقيامة وتامة وكل قصدت فأنا قريب لي خشو نجيبي إلى كلش عمقتا ديت بس ترين ناشي من لبا مريم يوحنا بختا يما انقارب لا ضعيف محلتا لا يما تخزي برونا حوصليوة ودا كل عجبواتا تضمط يتا يوحنا أوزود كل تلميذي كم فاني أنخني قباري تلميذي خني عرقلي لهذا صليوة ما قيل مقذبانا بحيث ناشا بس قالوا إلا عارق فعلا أخنا مشي حاي نو شغل شو هار بايح وليت نخمدي خنا شو هارا لهذا قصة قصة إثيلي تخمليات البرناشاي او لخازخ ايش عذبة وتصليوة برناشو ثق ممريا او ذابة لك من خازن او ذابة كبير ناشي على ما نفسيين كم لخازو تنادخام نعم نعم الى عدد بس ندو برخن الى ايمان مثل ندو برخن لا ولازم مرضخ ناشي خني لأنه شبه به أو إيش علي وآوى بروند آلها وبروند مريم مثل بكا إيو خان دميانة ديع تتمرضخ أني ناشي شو أخو صلي وصفيقة وبانخ كل تخمليات ديا لتخاسة سخريوة صليوة حقوثة إيش عقرق هاوي الصلابوت وبرازة قرق هاوي الصلابوت إن شقل من الصليوة من إيش من بغل إيش وشمد إيش شلد إيش من صليوة ما بايش بايش قيسة أي جماعة أخوان اللي أنا المهم ليه الإيشع مهم؟ بس انت عارف الإيشع قامي او الى مصدر تخيات دي او الى قبلت دي اخنا المدن حاي
قبلت دين قرقاي مدنحة دكت زرعة الشمشة لأنه إيشو شمشة بزارخ من تعبه يبن ديوما إلى أوصلي وكفاش قبلت بيت إيتا إم صربو أو القبلت دينا أي قبلت إلى مرخشالا ممتيالا اللي دوم تخملت ديلا من هذا الصورة علاقة عادي سريوة أيك ممطيلا ممطيلا مريم هيا يمن يوحنا هيا خونا ها قصير جيانا دو سريوة دي مريم دو مر يوحنا فمعنى سقيبة سريوة اللي ختنا تختب كالداية دكتور سريوة سقيبة لدى شو معنى لها معنى روحانايا عمق اللاهوت باي سريوة من آدي رخش القامع من هذا زيت البصريوة أمنا خمني لم هي من يوتل شبع من عشاد من الديلة من الديلة دام رأنا التصريوة حية قصة خزل لي خريشة خماطة إيه التصريوة إيشا بصريوة دينا أنا ليه تطمدي ليه تطمدي من أي إلى أخني خمك القاشي أدرك خد أخلو الفرناشة ويقول لي هاي سن شقلي هاي جنب أخباري لها فرا ليثن ليثن أمر أنا بشي مطران زاري بابا بيقول لي خدنا ليثن خمدي فرا ليثن 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 لأنه أني من ألبو شومش إني إن كنت مطران هاي شقيلة خلش تخماطة خمشة سسلي وان إيش باي خليصة تاكل مطاري دوي فليثن خمدي سليوة دي الليلة سليوة خيسة سليوة دي روحانايا إيش رح بيش لسليوة قاع دول اللي خلاص برقانة طار طبر ناشمتا وأخذن هاي مانوثة دي لقم كاملة رازة دي لقم كامل اللي تسليوة خمدي خلنا أنا لكدنا معنا يدي لكدنا معنا يدي إن خام بفهم رطالي أم قانع بس انت بابا برونا روح تقش علامة تسليوة من تريثاية تقدشتا شو معنى ليه طارة ليثايوثا قدشتا من صليوة صليوة إيش صليوة لما حكيتا ليثايوثا قدشتا إلى خار خمدي خنيرا أخنا كبرناشي لي بيوخ محكوخ ومحركو في إداتا ليلة خمدي خنيرا قرق فإتا الحركات أنا خام في المطار مو باجتهاد شخصي البرناشة ها قال له بابا إلى عليه وبرونا خط الكاسة وروح قصد خصم قصمنا لا تخمي خمعناي عموقة طقصايا لاهوتي علامة دصليوة رشمة دصليوة إن التليثاية قدشتا لأخر ندرس مقلة بس إن تآذي دصليوة طالا إلى شهارة تآذي كابح لنخبخ لا بالمقص وكابح نعم إيشو لقايموا من قورة الله يميت القيس دصليوة